تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج مع الحدث. الحدث لنهار اليوم هو حدث اقتصادي بامتياز يتعلق بافتتاح الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولية، والذي انطلق أمس بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويستمر إلى غاية 25 من شهر جوان الجاري، أي 5 أيام كاملة. شعار الطبعة هذه المرة هو الجزائر رؤية وأفاق جديدة. شهدت حضور أزيد من 600 عارض بين محلي وأجنبي من 30 دولة. نذكر أيضا أن إيطاليا كانت ضيفة شرف هذه الطبعة. ولتفصيل أكثر عن هذا النقاش وهذه الطبعة يحضر معي الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني. مرحبا بك سيدي. مساء الخير سيدتي، وشكرا على الاستضافة الطيبة. مساء النور. كما سيحضر معي سيد غجاتي خليل الأمين الوطني مكلف بتطوير وترقية الاستثمار، مرحبا بك. مساء الخير. وسيكون معي عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف في الجزء الثاني من النقاش. البداية بك سيد سليماني، ربما ما هي أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية بالنسبة للجزائر وماذا ينتظر منها؟ صحيح، المعرض الجزائر الدولي هو ملتقى مهم، هو أكبر حدث اقتصادي سنوي يكون في يعني تنظمه شركة سافاكس الوطنية، من أجل أولا الترويج للوجهة الاستثمارية الجزائرية. نشهد في الطبعة 54 مشاركة مهمة من 30 دولة بحضور أكثر من 150 شركة أجنبية وكذلك شركات محلية وطنية وخاصة. الجديد في هذه الطبعة أنه هناك لأول مرة يعني منتدى الاستثمار في الجزائر، ولا سيكون غدا إن شاء الله، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك معرض موازي، هو معرض افتراضي رقمي من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين الجزائريين والأجانب. حقيقة ما لمسناه في احتكاكنا اليوم مع يعني الزوار من مستثمرين أو حتى من عارضين، أنه هناك اليوم بيئة اقتصادية خصبة، إيكو سيستم مواتي محفز للدخول والاستثمار هنا في الجزائر. نتكلم على قانون استثمار جديد في طبعته الجديدة، هو يعني قانون ليستمر لعشر سنوات وهو محفز. نتكلم حتى أنه هناك إصلاحات عميقة، إصلاحات قانونية وتشريعية من أجل أنه يعني تكون حركية أكبر لرؤوس الأموال، في حتى نحينا هذه القاعدة 51-49% بالنسبة للمستثمر الأجنبي إلا في القطاعات الاستراتيجية. إذن كذلك النقطة المهمة جدا هذه السنة في يعني هذا الملتقى، أنه هناك تشديد على أنه هناك رؤية ونظرة وآفاق جديدة، وهو شعار هذا المعرض. ما معنى هذا؟ أنه هناك قطاعات استراتيجية لداس يعني دومين داكتيفيتي استراتيجيك لتعول عليهم الجزائر خارج المحروقات، أي خارج الطاقة الأحفورية. نتكلم أولا على الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، نتكلم على الفلاحة كذلك، لأنه اليوم أصبحت الجزائر تريد الوصول إلى أمنها يعني الغذائي. نتكلم كذلك على التكنولوجيا والرقمنة، نتكلم على كذلك الصناعة في كل يعني مشاربها. حضور مميز جدا للصناعات العسكرية، نعرفوا أنه اليوم المؤسسة العسكرية تمد الاقتصاد الوطني وتمد المنتجين والمستثمرين بالعديد من المنتجات والسلع، تقريبا 19 صناعة عسكرية موجودة اليوم، عبرت عن مدى احترافية وانضباط هذه المؤسسة وتقديم يعني منتوجات اللي عندها جودة وعندها كذلك عندها سعر مناسب للدخول بها إلى أفاق أن نصدره، لأنه هذا العام هو عام سنة الإنعاش الاقتصادي والخروج. تقريبا نتكلم على صادرات 13 مليار دولار، هو الهدف المنشود سنة 2023. تحدي كبير، الجزائر
فتحت ورشات عديدة، يعني ورشة البريكس وورشة لازليكاف وورشة كذلك الثنائيات الاقتصادية، وهذا ما تعول عليها الجزائر. 30 دولة مهمة تقريبا عندها علاقات استراتيجية كبيرة، مثل مثلا على إيطاليا كضيف شرف، وموجودة العديد من الشركات الإيطالية خصوصا قطاع الصناعات والتكنولوجيا. إذن اليوم نريد استثمار في الجزائر أساسه الاحترام الندية والمصالح المشتركة، رابح رابح. نريد أن هذه الشركات تأتي بالتكنولوجيا، تأتي بالمعرفة، تأتي برؤوس الأموال في إطار، يعني كما تكلمنا، على بيئة يعني خصبة، وسنتطرق إلى العديد من المميزات إن شاء الله. يعني أستاذ خلال تفقد رئيس الجمهورية لأجنحة المعرض، تحدث على إمكانية تطوير زراعة قصب السكر في الجنوب، مذكرا أن أحد الفلاحين قد أجرى تجربة ناجحة في هذا المجال، ربما تعقيبك لهذا الفكرة، ربما الشمندر السكري. هو يأتي في إطار رؤية جديدة للدولة الجزائرية، والسيد رئيس الجمهورية دائما يعني يحث أنه من أجل توطين الإنتاج محليا مع نسب إدماج تكون فوق 40-50-60% خصوصا في الجانب الفلاحي. تخيلي سيداتي، الجزائر كانت تستورد ربما فاتورة كبيرة جدا توصل إلى 5-6 مليار دولار من المواد الغذائية. إذن اليوم في قطاع الفلاحة والزراعة هناك قطاعين مهمين، هو الزراعة الزيتية وكذلك الصراعة السكرية. شفنا الصراعة مثل ما تحدثتي سيدتي، الشمندر السكري هو ضروري كثير في إنتاج السكر، وشفنا أنه حتى السيد رئيس الجمهورية تعهد أنه يمول تقريبا حتى 90% من أي مشروع يكون في هذه الصناعات الاستراتيجية. ما يمنع الفلاحين للاستثمار في هذا النوع من المنتوج؟ أولا سيدتي، نعرف أنه هذه الشمندر السكري وكل يعني قصب السكر وكل هذه المواد اللي تدخل هي مواد أولية لصناعة مادة السكر، تحتاج أولا إلى خبرة، تحتاج إلى يد عاملة، تحتاج إلى تكنولوجيا، تحتاج إلى مرافقة أكبر من الدولة الجزائرية، لأنه تحتاج ربما إلى وسائل سقي ووسائل تكنولوجيا عالية، ربما نجيبوها من دول أوروبية ودول يعني آسيوية وأمريكية. لما لا ندخل اليوم في شراكات؟ مثلا شفنا الشريك القطري في الجلفة، الشريك الأمريكي يريد حتى افتتاح مزارع في البيض، شركاء من دول عربية، روسيا كذلك. حنا شفنا حتى زيارة السيد رئيس تبون إلى موسكو، وحث يعني القطاع الخاص والقطاع العام الروسي من أجل الاستثمار هنا في الفلاحة. ونعرف ربما أنه الفلاحة الروسية والزراعة الروسية لديها ربما صيت كبير. إذن اليوم الفلاح يريد مرافقة، يريد يعني التحكم أكبر في البروسيس، في نمط الزراعة من ألف إلى ياء. شكرا لك. عودة لك سيد غجاتي خليل، ربما أنت كأمين عام مكلف بتطوير وترقية الاستثمار، ربما دور الاتحاد في مساعدة المستثمرين والدفاع ربما عنهم، أو شنو هو دور الاتحاد؟ دور الاتحاد الوطني للاقتصاد والاستثمار هو مرافقة كل من المؤسسات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في شتى المجالات، سواء الصناعية والزراعية والمجالات الأخرى، يسعى إلى تحقيق أكبر منفعة بأقل تكلفة ربما تقدمون تحفيزات للمستثمرين، أو ما هو دور ربما الاتحاد بالضبط؟ نعم، نقدم تحفيزات للمستثمرين، كما نقوم أيضا بتوجيه المستثمرين، مرافقة في إطار مرافقة في كل الأمور، من ناحية الإدارية ومن ناحية الخبرة المهنية من كل النواحي، من ناحية الشراكة. ربما رئيس الجمهورية دائما يتحدث عن الرقمنة، ربما شنو هي الاقتراحات اللي يقدمها الاتحاد للمستثمرين؟ من ناحية الرقمنة نسعى إلى رقمنة النظام المالي، النظام المالي لكي تسهل التبادلات التجارية ما بين المستثمرين، وخاصة من ناحية التصدير،
لأنه هناك الأسواق الخارجية بكل سهولة للمستثمر الجزائري. نعم. شكرا لك. عودة لك سيد سليماني، ربما رئيس الجمهورية أعرب عن ارتياحه لتحسن المعتبر المسجل في مناخ الأعمال في الجزائر ضمن ربما الإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار، وهذا مقارنة بالعراقيل التي كانت في السنوات السابقة. ربما قراءتك لهذه النقطة؟ صحيح، اليوم السيد رئيس الجمهورية يرافع من أجل ترويج الاستثمار في الجزائر، شفنا إصلاحات عميقة في الجانب التشريعي في قانون الاستثمار كذلك، واليوم يعني لا يخفى على أحد أنه حتى أكبر يعني المؤسسات المالية العالمية يعني أعطت يعني إيجابية كثير، نقاط كثير، نتكلموا على معدلات نمو اللي تفوق 4.3% وهي مش موجودة حتى في أعلى الاقتصادات في أوروبا وحتى في أمريكا، معدل التضخم يعني في حدود 6-7%، الجزائر الدولة الوحيدة ربما اللي ما عندهاش مديونية خارجية، وهذا ما يحفز لأنه احنا في كل مرة نرافق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وحتى الوزارات المعنية نقول يجب الذهاب ويعني التكلم والترويج والاتصال أكبر يعني من أجل يعني ندير يعني نوع من الماركتينج للوجهة الجزائرية، لما لا اليوم ندخل في يعني في علاقة شراكة مع كبريات يعني يعني المؤسسات المالية العالمية اللي تعطي تصنيفات على رأسها منظمة الأمم المتحدة يونيكتاد هي اللي تمد ربما هذه التصنيفات ستاندرد اند بوز او حتى العديد من المؤسسات اللي المستثمر الاجنبي الياباني الصيني الامريكي اول حاجه يشوفها في البورصه هو يشوف التصنيفات، يشوف اليوم الجزائر انها وجهه امنه مستقره سياسيا وامنيا، قانون جديد للاستثمار، هناك اصلاحات في قانون النقد والقرض ونعم تحفيزات وتمويلات كبيره، لانه اليوم اذا كان فصلنا في قانون الاستثمار احنا نوجدوا ربما المستثمر اللي يروح للصحراء الجنوب الكبير توصل لربما 10 سنوات ما يدفعش الضرائب، هناك تمويلات من حيث الكهرباء من حيث الغاز من حيث حتى العقار الصناعي، لأول مرة في الجزائر نشهد أنه العقار الصناعي هو بيد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إذا هناك سلاسة أكبر، وأنه السيد رئيس الجمهورية في كل مرة يتكلم على ضرورة تحييد البيروقراطية، هذه البيروقراطية التي طالما كانت ربما هي اللي توقف هذا الاستثمار أو تحرير الاستثمار من قيود البيروقراطية، لأنه اليوم المستثمر يريد الرقمنة، اليوم يعني أي يعني مستثمر من البريكس أو من خارج البريكس أو من أوروبا ماذا به تكون هناك بلاتفورم منصة رقمية يسجل فيها ثم تعود ترجع له يعني الأجوبة إما إيجابا أو رفضا بهذا المشروع، يعني حتى المرافقة تاع الدولة، اليوم القطاع الخاص الجزائري يجب أن يرافق رؤية الجزائر، رؤية جديدة، نتكلمنا على ربما الصناعات نروحوا إلى المناولاتية، لأنه اليوم نتكلموا على كبريات شركات لصناعة السيارات، عندما تدخل الجزائر ماذا بها تلقى يعني نسيج المناولة. نعم نسيج من المناولاتية، نتكلموا هنا يعني المسؤولية كبيرة على الجامعة، على المعاهد الجزائرية، على معاهد التكوين الجزائرية، لماذا نروحوا إلى أقطاب اقتصادية بامتياز؟ شفنا مثلا جنوبنا الغربي العزيز منطقة تندوف وبشار كيفاش دعمت بأكبر مشروع يعني استثماري هناك هو غرج بيلات، وحتى في بشار راح ترافق حيكون هناك أكبر كذلك مركب يعني للحديد والصلب، إذن احنا هنا نتحدث على استخراج المادة الأولية والذهاب إلى يعني الأدد فاليو، يعني الأدد فاليو معناتها قيمة مضافة، الحديد ما عادش نبيعه على خام، البترول ما عادش نبيعه نفط خام، الغاز كذلك، إذا أنا نشوف أنه هناك العديد من المشاريع، مركب أرزي والجديد 1.5 مليار دولار، نروح إلى مثلا الزجاج، تخيلي سيدتي اليوم عندنا عجز كبير في إنتاج الزجاج في الجزائر، القطن منذ قليل تكلمنا مع شركة جي تاكس هي شركة وطنية لصناعة الأنسجة، قال أن احنا عندنا ربما عجز كبير في المادة الأولية القطن، إذا لما لا تكون هناك يعني تمويلات ومرافقة من الدولة في تحفيز الفلاحين والمزارعين وحتى نجيبوا شراكات ما فيش مشكل ربما من الهند من الصين من دول من مصر كذلك باش نروحوا إلى نوفروا المادة الأولية وبالتالي راح نوطنوا إنتاج محليا، راح نسمح إلى عشرات الآلاف من مناصب الشغل وإلى الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هي أكيد هناك تحفيزات للمستثمرين، لكن هل هي كافية
أو كخبير، هل ترى أن هناك عراقيل تواجه المستثمرين؟ شوفي سيدتي، ما اليوم مش ناقص في الجزائر هو خارطة طريق أو خارطة ما يسمى بخارطة الأقاليم الاقتصادية. اليوم يعني مناطق مثل الهضاب العليا، مثل جنوبنا الكبير، مثل الصورة، مثل التيتري، لديها ربما ميزة، لديها تقاليد ربما زراعية، فلاحية، صناعية. مثلا ولاية سيدي بلعباس معروفة بالصناعة الإلكترونية، اليوم سطيف والبرج بوعريج معروفين كذلك بالصناعات الإلكترونية والكهربائية. إذن اليوم المستثمر مش فقط نعطيه تمويلات وفقط ونخليه وحده، لا، يجب تكون عندنا الدولة الجزائرية عندها خارطة طريق، عندها بلون داكسيون، يعني نظرة استراتيجية بعيدة المدى، بعيدة المدى، وبالتالي هنا تولي عندك إنتاج وطني ونروح إلى التصدير. لأنه اليوم ما تنسيش حاجة أخرى سيدتي، أنه هناك إنشاء مناطق حرة تجارية. لما لا تكون هذه المناطق حرة استثمارية، معناتها يكون فيها صفر ضرائب، تكون فيها صفر أوراق أو لا مادية الملفات في مجال الاستثمار، وبالتالي سنضمن استثمارات مباشرة فوق ربما 3-4-5 مليار دولار. لأن المهم هو اليوم الأرقام في الجزائر، المهم هو الناتج الداخلي أنه يرتفع، الصادرات ترتفع، الاستثمار. بالحديث يا أستاذ عن بالحديث عن الاستثمارات، أمس صرح المدير العام للوكالة الجزائرية خلال زيارة رئيس الجمهورية لجناحه لترقية الاستثمار عمر ركاش، قال أنه قيمة المشاريع الاستثمارية المصرح بها إلى غاية منتصف الشهر الجاري بلغت ما قيمته 8 ملايير دولار فما فوق، وعدد بخصوص عدد مناصب الشغل التي تتيحها أيضا المشاريع المسجلة بنحو 65 ألف منصب شغل. ربما قراءتك لهذين الرقمين سيدتي؟ هو مكسب مهم أولا، هذه الوكالة، وكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كيف تحول دورها إلى دور أوبيراشيونال، يعني اللي تروح إلى الميدان وتناقش. وشفنا حتى السيد عمر ركاش كان في زيارة إلى روسيا، إلى إيطاليا، إلى العديد من الدول، هو مشكور ونتمنى تكون أحسن. لأنه اليوم دور الوكالة أصبح دور، يعني دور كبير جدا، دور مفصلي، لأنه هو من يحكم يعني في تحرير الاستثمار. وزدنا له اليوم تسيير العقار الصناعي، إذن اليوم عنده مهمة كبيرة، مهمة مفصلية واستراتيجية. احنا نتمناو من سي ركاش انه يعني يشرك معه، يعني الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار يشرك معه المحللين والخبراء وحتى المستثمرين، لانه احنا عندنا افكار ربما اذا كان جسدناها في ارض الواقع مع المستثمرين راح ربما احنا نعطوا قيمه مضافه للاقتصاد الوطني. 8 مليار دولار هي حجم يعني الاستثمارات اللي بدات، ربما يمكن مضاعفتها لو ربما حيدنا البيروقراطيه، اذا كان هناك تواصل، اذا هناك اتصال. لانه حتى اليوم المستثمر الجزائري أو الفلاح أو التاجر ربما ما عندوش هذه الثقافة أنه يتصل مباشرة بالوكالة، يجب أن الوكالة تخرج إلى أرض الواقع وتتصل مباشرة مع رجال المال والأعمال. دور كبير كذلك للبورصة الجزائرية، البورصة الجزائرية عليها أن تعمل كثيرا من أجل فتح رؤوس، يعني فتح أسهم للشركات الوطنية والشركات يعني الخاصة، لأنه اليوم أصبح هذا رأس مال اللي عندنا تقريبا 90 مليار دولار هي قيمة ربما الأموال اللي موجودة في السوق الموازية، علينا أن نستقطبها باش تكون قيمة مضافة في الإنتاج الوطني، وبالتالي سنضمن يعني نجاعة أكبر وحوكمة أكبر في التسيير هذا رأس المال. لأنه اليوم رأس المال الخاص هو يعني ما نقولوش هو أكثر تشدد، لأنه يريد مردودية، يريد نجاعة، وهذا ربما راه ناقص في المؤسسة العمومية، الشركة العمومية. الشركة العمومية عليها أن تحوكم أنظمة تسييرها، ولما لا إشراك القطاع الخاص. حتى السيد رئيس الجمهورية عندما زار موسكو خاطب مباشرة القطاع الخاص، كان حضور أكثر من 70 مستثمر جزائري مع نظرائهم من روسيا. إذن اليوم القطاع الخاص أصبح هو الحلقة اللي تدفع بالاقتصاد الوطني، ولا ننتظر فقط ربما لا كوموند بوبليك أو القطاع العام هو من يسير الحياة الاقتصادية في الجزائر. شكرا لك سيدي. نواصل إذن النقاش بعد الفاصل.
عودة مشاهدينا الكرام لاستكمال النقاش المتعلق بالطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي الذي انطلق أمس بإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وللحديث أكثر في هذه الفقرة الثانية نربط الاتصال بالخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف. مرحبا بك أستاذ. أهلا مرحبا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك أستاذ، شكرا لقبول الدعوة. أستاذ، في البداية، هل ستكون هذه الطابعة أرضية لتجسيد وتفعيل شراكات بين الشركات الحاضرة؟ خليني أقول أنه اليوم يعني هذه الطابعة تأتي في سياق يعرف يعني مشروع لتحول اقتصادي شامل بالنسبة للجزائر، وبالتالي يعني هذه الطابعة تكتسي يعني طابع خاص للجزائر، خاصة أنها يعني راح تتعدى يعني الطابع التسويقي التجاري إلى طابع آخر، وهو يعني التعريف بقدرات الجزائر، خاصة بعد يعني الإصلاحات اللي بشرتها السلطات الجزائرية. وبالتالي نظن أنه راح تكون فرصة أيضا يعني للتعريف بالإطار القانوني وكذا يعني كل بيئة الأعمال في الجزائر، مما راح يكون يعني أرضية حقيقة لاستقطاب الاستثمارات وإبرام شراكات يعني بين الشركات الجزائرية مع بعض، وأيضا بين الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية، وخاصة أنه هذه الطابعة يعني تعرف مشاركة كبيرة لمؤسسات أجنبية اللي تمثل أكثر من 30 دولة، وبالتالي في فرصة يعني للتعريف بالمقومات والقدرات اللي تسهر بها الجزائر، وأيضا في فرصة أيضا يعني إبرام يعني الشراكات في إطار يعني تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. شكرا لك أستاذ. ربما كيف يمكن للمتعاملين الاقتصاديين التوسع في السوق الجزائرية أو في أسواق أخرى؟ ربما ما هي الفرص والتحديات لهذه المؤسسات؟ نظن أنه اليوم التحديات كبرى، لأنه الجزائر هي يعني تعمل على وضع أسس لبيئة أعمال جديدة، من بين ما يعني محاورها يعني هو الانفتاح على الأسواق العالمية وانفتاح للتعاون والشراكات يعني الدولية. وبالتالي أصبح من الضروري على المؤسسات الاقتصادية اليوم أنها تمر إلى مرحلة جديدة من حوكمة المؤسسة من خلال إدراج كل يعني مبادئ التسيير الجديدة من المانجمنت يعني، وأيضا الولوج إلى ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة اللي تبنى أساسا على مدى التحكم يعني المؤسسات في التكنولوجيات الجديدة. وبالتالي على المؤسسات الجزائرية اليوم أنها ترفع من مستوى يعني الحوكمة، وفي نفس الوقت يعني تمشي إلى عصرنة أدوات الإنتاج، هذا اللي كله يؤدي إلى رفع من نوعية ومن كمية وحتى من تنافسية المنتجات الجزائرية من سلع وخدمات. اليوم يعني المؤسسات الاقتصادية هي أمام رهان كبير، وهو يعني إعادة بعث الديناميكية الاقتصادية محليا، وهذا يأتي من خلال يعني تتميم كل يعني المقومات والثروات اللي تسهر بها الجزائر، وفي نفس الوقت يعني التوجه إلى الأسواق العالمية والاندماج في سلسلة القيم العالمية، وهذا أيضا تحدي ثاني، لأنه الجزائر اليوم يعني هي ماشية في وضع أسس لنموذج تنموي جديد متنوع ومستدام. نقول متنوع من يعني الجانب الإنتاج يعني وتنويع كل المنتجات في كل القطاعات، ومتنوع أيضا من جانب يعني التجارة الخارجية، لأنه اليوم أيضا يعني الجزائر محتاجة إلى يعني الحصول على مصادر يعني أخرى للعملة الصعبة من غير المصدر المحدود وهو يعني قطاع المحروقات. أكيد أستاذ، وهو كذلك. عودة لك سيد سليماني، ربما كيف يمكن للمعرض أن يسهم في تعزيز الصادرات خارج المحروقات؟ لا صحيح، مثل ما ذكر الأستاذ هادف أنه اليوم يجب أن نخرج من مقاربة أنه يبقى معرض للتجارة وللتبادل التجاري إلى الاستثمار وإلى الشراكات الاستراتيجية، لأنه أسمى
درجات يعني الاقتصادية هي الشراكة الاستراتيجية، مثل ما حدث مع يعني الصديقة إيطاليا ومع البرتغال ومع تركيا مع قطر مع روسيا، والعديد ننتظر العديد من الشراكات يعني الدولية والعالمية. اليوم الجزائر أعطت ورقة طريق، هي أولا توطين الإنتاج، التحكم في سلاسل القيم يعني لاشين دو فالور، خصوصا المواد الغذائية المواد الأولية. أعطينا مثال ربما القطن، هضرنا تكلمنا على مادة الزجاج، تكلمنا على مادة البلاستيك، على الورق. إذا تحكمنا في كل هذه مثلا على الأقل في هذو 4 أو 5 مواد أولية، سنضمن أولا إنتاج محلي ويكون متنافسي، لأنه اليوم الجزائر تتمتع بأحسن وأفضل التكاليف يعني في ناحية الطاقة، في ناحية الكهرباء، الغاز، المولد البشري، العقار الصناعي. ما فيش دولة في العالم تمدلك عقار صناعي من أجل أنك تعمل، ما فيش دولة في العالم يعني عندها هذا التمويلات وهذه التحفيزات ربما الضريبية ويعني الجزافية من أجل أنك فقط تنتج محليا وتصدر إلى نبدأ بالقارة الإفريقية، نبدأ بالدول العربية والدول الكلاسيكية، الشركة معنا في أوروبا. إذا تحدي كبير، واليوم خاصة أمام تحدي الحكومة أنه يلحق رقم الصادرات خارج المحروقات 13 مليار دولار. أولا بدينا برقم قياسي، أول هو 7 مليار دولار، ولأول هي سابقة في تاريخ الدولة الجزائرية. اليوم نريد أن نزيد نعمق هذه ونزيد في هذا الرقم للوصول إلى 13 مليار دولار في أجل 2023. ننتظر مساهمة مهمة من القطاع الخاص وحوكمة أفضل يعني المؤسسات الوطنية. المؤسسات الوطنية لديها إمكانيات يعني جبارة، يجب نروح ونديروا لها يعني ميزانيفول ميزاجور، خصوصا من حيث التسيير. يرجع نمط التسيير في المؤسسات العمومية نمط فعال، ترجع المردودية والنجاعة المالية والاقتصادية كحافز، لأنه اليوم الشريك الأجنبي باش يدخل معك في شراكة حقيقية يلزم يعرف أنه كيف تسير شركتك العمومية. احنا ربما عندنا بعض الشركات العمومية عاجزة، أو ربما الدولة هي اللي ربما في كل مرة تمولها. إذن نخرج من هذا السوسيال الموجود في الشركات الجزائرية إلى شركات تنافسية. طبيعة الحال اليوم إذا دخلنا إلى مجموعة البريكس أو تحالف البريكس، فلا مجال للخطأ ولا مجال أنك لا تقول لا ننتظر نعطي يعني مزايا المؤسسة الجزائرية ونترك المؤسسة الأجنبية. لأنه حذاري، في القانون الاستثمار الجزائري يسمي يعني أسماء بمسمياتها، المستثمر هو مستثمر، كان هناك مستثمر مقيم أو غير مقيم، ما فيش محلي وأجنبي. إذن يجب أن نسرع الزمن، تكون عندنا حوكمة أفضل، نحيدوا البيروقراطية، ندخلوا الرقمنة، يكون عندنا منظومة مصرفية، منظومة بنكية سلسة يعني فعالة. فتحنا فروع بنكية جديدة في إفريقيا، نبدأ بإفريقيا القريبة، وإفريقيا نتكلم على موريتانيا، على السنغال، على مالي، نيجر، تونس، ليبيا، أو حتى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لأنها في شعاع ربما 1000 إلى 1500 كيلومتر اللوجستيك إلى تلك البلدان. هو يعني فاتورات نقل راح تدعمها الدولة عن طريق شركة لوجيترانس يعني أو حتى نعم. بالحديث عن اللوجستيك نعود إلى الأستاذ هادف، هل أنت معنا سيد هادف؟ نعم بالطبع. سيدي، هل ترى أنه لابد من تعزيز الوسائل اللوجستية لولوج الأسواق الخارجية؟ لا، اليوم خلينا نقول أنه التجارة الخارجية أصبحت ترتكز على يعني آليات اللي من المفروض يتم تطويرها وأيضا يعني تحسينها، ومن بين هذه الآليات يعني نتكلم على النشاطات اللوجستيك يعني على في بكل أبعاد. وخلينا نعطي يعني أرقام اللوجستيك في العالم، يعني بكل المعدل يعني التكلفة في المنتوج لا تتعدى 15%، ولكن للأسف في الجزائر يعني تكلفة اللوجستيك لا تزال في حدود 40 إلى 45%، وبالتالي يعني وجب أن نعمل كثير ونحسن هذا الجانب لجعل المؤسسة الجزائرية كلها تنافسية أفضل، وخاصة لما نتكلم على يعني نية والتوجه إلى الأسواق الدولية. وبالتالي
نظن أنه يجب اليوم النظر باحترافية كبيرة في مجال اللوجستيك، خاصة فيما يتعلق ب يعني وسائل النقل ووسائل يعني الشحن، في خاصة على مستوى الموانئ. وأيضا اليوم فيه ضرورة الذهاب إلى استغلال كل ما هو موجود على مستوى السكك الحديدية، وأيضا يعني استغلال المنشآت القاعدية اللي كانت يعني استثمرت فيها كثير الجزائر، مما راح يمكن للمؤسسة الاقتصادية أنها يعني تعمل في ظروف أفضل، خاصة في الجانب اللوجستي. النقطة الثانية يعني لما نتكلم على يعني توجه الجزائر إلى ترقية التجارة الخارجية، أيضا في آليات اليوم يجب يعني تحسين أدائها، ونتكلم اليوم على ضرورة إصلاح الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية الجاكس، اللي هي من مهامها مرافقة كل يعني المتعاملين الاقتصاديين في يعني اهدافهم يعني في التجاره الخارجيه. نفس الشيء بالنسبه يعني نتكلم على الغرفه الجزائريه للتجاره والصناعه، اللي من المفروض هي يعني اهم اليه للمعلومه الاقتصاديه ولمرافقه المؤسسات الاقتصاديه، خاصه عن طريق ما يسمى مبادئ الذكاء الاقتصادي بزنس انتليجنس، اليوم اللي هو أصبح علم قائم بذاته، واليقظة الاقتصادية لافي إيكونوميك، يعني اللي أصبحوا اليوم علوم قائمة بذاتها. وبالتالي هذه الآليات الموجودة واللي هي عندها إمكانيات يجب توظيفها في هذا التوجه، بدون أن ننسى أيضا يعني المنظومة المالية والبنكية اللي من المفروض انها اليوم ترافق كل يعني المؤسسات الاقتصاديه في مسعاهم في التجاره الخارجيه. اليوم نتكلم على يعني امكانيه فتح فروع لبنوك وطنيه على مستوى بعض الدول الافريقيه، وهذا يعني بادره مهمه جدا، ولكن يجب اليوم ان نسرع في هذا المسار، وايضا ندرج يعني التكنولوجيات الرقميه في هذا المجال. وخلينا نقول انه اليوم من بين يعني اهم النشاطات في مجال المنظومه الماليه والبنكيه ما يسمى بالماليه التكنولوجيه الفينتك، اللي اصبحت ايضا يعني لها دور كبير في المبادلات التجاريه والمبادلات البنكيه. اخر نقطه في هذا التوجه ايضا، وهو مهام والدور يعني الدبلوماسيه الاقتصاديه، من خلال تفعيل يعني نشاطات الممثليات الدبلوماسيه عبر دول العالم، اين موجوده الدبلوماسيات الجزائريه من سفارات وقنصليات، اللي يجب اليوم انها تلعب دور مهم في هذا التوجه، وراح تعرف بقدرات يعني الاقتصاد الجزائري، وتكون اول يعني منصه للتسويق للوجهه الجزائريه وللمنتوجات الجزائريه. كل هذه الامور هي ما راح تسمح للجزائر انها تحقق الاهداف المسطره. يعني اليوم نتكلم على 13 مليار، ولكن انا نظن انه الجزائر ممكن انه ترفع يعني قدرتها في التصدير الى 10 مرات هذا الرقم، وخاصه انه اليوم احنا نتكلم على يعني اننا ماشيين الى الانضمام الى تكتلات من تكتل البريكس، اللي هي تعد دول ناميه، ويعني معدل يعني الدخل يعني الناتج الخام المحلي للفرد يتعدى يعني 16,000 دولار، يعني وحنا مازلنا في حدود 4,000 دولار، وبالتالي في هامش كبير لي يعني نعمل عليه، هو للوصول الى مستويات هذه الدول اللي كما قال الاستاذ سليماني يعني هي اليوم في سرعه قصوى في مجال يعني التنميه الاقتصاديه، وبالتالي وجب علينا ان نضع الميكانيزمات ونضع ايضا البيئه اللي تتواكب مع هذه يعني الدول. بالحديث يعني عن البيئه الاستثماريه، بقى معنا سيد هدف، ربما نعود إلى سيد سليماني، ما هي الفرص الاستثمارية المحتملة للشركات الأجنبية في معرض الجزائر الدولي؟ لا، المعرض الجزائر الدولي حضور قوي للشركات الوطنية، من خلاله سيشوف المستثمر الأجنبي اللي راهم حاضرين بقوة، يشوف إلى آليات تفعيل الشراكات يعني البينية
وكما تعلمين سيدتي أن الجزائر غيرت من تكتيكها وذهبت إلى الثنائيات الاقتصادية بعد يعني اللي كان عندنا ربما مشاكل في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أوكي. فاليوم سيد رئيس الجمهورية ويعني نشوفوا أنه يذهب إلى الثنائيات الاقتصادية، جزائر إيطاليا، جزائر روسيا، جزائر البرتغال، تركيا، نتكلم كذلك حتى صربيا، نتكلم قطر، مصر. فهذه الثنائيات حتى تكون هناك شراكات فعالة وحتكون هناك يعني مباشرة يعني البيزنس تو بيزنس. شفنا أن سيد رئيس الجمهورية في كل زياراته شيئين مهمين يقوم بهما هو يعني يحضر معاه عدد كبير من المستثمر الجزائري، لأنه اليوم المستثمر الأجنبي يريد أن يسمع من المستثمر الجزائري، يريد أرض الواقع، يريد الميدان، لا يريد يعني شخص ربما بيروقراطي أو شخص إداري يتكلم على البيئة الاستثمارية، لأنه اليوم المستثمر يريد أن يرى الأموال، يريد أن يرى الفوائد، الأرباح. إذن من يضمن له هذا هو المستثمر الجزائري. عندما المستثمر الأجنبي يشوف مستثمر جزائري ناجح في ربما في العديد من القطاعات الاستراتيجية يقول لك لماذا نروح أنا إلى الجزائر ونستثمر ونعمل بيزنس. اليوم التحدي كبير خصوصا القطاع الخاص الجزائري عليه أن يروج للوجهة الجزائرية ولا يبقى فقط يستورد يعني السلع والخدمات من الخارج. اليوم عندما ربما غلقنا الاستيراد يعني كنا يعني حتمية اقتصادية، بعض المستثمرين قال لك لماذا، لكن العيب هو في المستورد الجزائري. أنت كيف 30 سنة وأنت تستورد ولا تفكر أن تقوم بشراكات ربما مع الصيني أو مع الأوروبي أو مع الأمريكي في فتح ربما مصنع جزائري لتعزيز الإنتاج الوطني. شفناها مؤخرا في العديد من يعني المركبات الصناعية الجزائرية ربما مع إيطاليا وحتى شركات جزائرية في مجال الزيوت أو السكر والمواد الغذائية والصناعات التحويلية. المنتوج الجزائري سيدتي مطلوب كثير في البلدان العربية وبلدان الإفريقية وحتى في كندا وأمريكا. إذن اليوم نريد أن يكون هناك مستثمر جزائري اللي عنده ذاك الحافز اللي يوقف مع بلاده، يمد يعني قيمة مضافة لأنه يحصل على منتوج عنده سلعة، عنده جودة وعنده كذلك سعر أقل. إذن اليوم البيئة الاستثمارية في الجزائر ما نقولوش راهي 100% ممتازة، لكن هناك بعض التحسينات. ننتظر قانون كذلك مؤخرا شهدنا إنشاء مجلس وطني للصفقات العمومية، هذا شيء جميل اللي من أجل تكون هناك شفافية أكبر لدى المستثمر والشباب الجزائري أو حتى المستثمر الأجنبي. اليوم نجيب نعطي حتى المستثمر الأجنبي أنه يدخل في الصفقات العمومية خصوصا في البنى التحتية. تكلمتي سيدتي وتكلم الأستاذ هادف على اللوجستيك والنقل، نتكلم على خط السكك الحديدية، يعني مجهودات كبيرة جدا تقوم بها الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي والخروج من تبعية المحروقات. عودة لك سيد خليل، ربما ما هي الاقتراحات التي يقدمها الاتحاد لتشجيع الانتاج المحلي؟ من ناحية الانتاج المحلي، من ناحية الصناعة، نحن نرى اليوم الدولة الجزائرية تشجع كثير في مجال الصناعة، ولكن نهوض بمجال الصناعة ليس بوقت قصير، سيأخذ يحتاج وقت كبير. ولكن نستطيع أن نستفيد من القوى التي تمتاز بها الدولة الجزائرية، مثلا من ناحية الموقع الاستراتيجي. فمن ناحية لوجيستيك نستطيع أن نقوم بالاستثمار في التجارة. نعطيك مثال، يستطيع المؤسسة الجزائرية أن تقوم بنقل المنتوجات من الجزائر إلى مالي مثلا إلى مالي، وهنا لا ترانزاكسيون اللي راح تكون من مالي مثلا لاشين، من مالي ما يقدرش يروح لاشين باش يجيبها، دونك لازم يجوز على الجيري. دونك هنا نقدروا نستغلوا هاد نقاط القوة. ومن ناحية الإنتاج يجب على المؤسسة الجزائرية أيضا تحمل المسؤولية ويجب أن تذهب إلى الجودة، أكيد تحقيق الجودة والنوعية في الإنتاج الوطني، لأن هناك منافسة كبيرة. ونحن نرى اليوم الاقتصاد العالمي اقتصاد قوي، مثلا الصين، تركيا،
يجب منافسة هذه المنتوجات. أكيد، شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم ضيوفي الكرام على كل هذه التوضيحات، شكرا سيد هادف على كل التوضيحات والتفاصيل التي قدمتها بشأن الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولية. إذا مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة.